على كل العمل. احنا كمان زميلنا مروان طرح من خلال السوشيال ميديا سؤال وعلى مسؤوليتنا الخاصه هالمره كمان. تمام. شو السؤال اللي طرحته؟ خليني اقول لك، احنا حطينا سؤالين مش سؤال واحد. حطينا: هل تعتقد انه سياتي يوم ويختفي الجورنان المطبوع؟ ده سؤال. والسؤال الثاني: هل تعتقد ان الجورنان المكتوب يتمتع بمصداقيه اكتر من الموقع الالكتروني ام العكس؟ وجات ردود افعال، يعني يمكن انا نفسي متفاجئ ان ردود الافعال ان ناس كثيره قوي، يعني يمكن 80-90% من الناس شايفين ان الجورنان المطبوع مش هيختفي وان هو ليه مذاق خاص يختلف عن الاخبار الالكترونيه. يعني خليني اقول لك مثلا، وفي ناس على المصداقيه يعني في ناس فيه وفي، ان في ناس شايفين لا ان هما الاثنين زي بعض، وفي ناس شايفين لا طبعا ان الجرايد المطبوعه لها مصداقيه اكبر. يعني في مثلا، خليني اقول لك مثلا هنا، شوشات ياسين علام بتقول: الجورنان المطبوع له نكهه خاصه عن الالكتروني ومش هيختفي، لان ناس كتير جدا خصوصا كبار السن بيشتروه كل يوم الصبح، اتعودوا عليه. انا عن نفسي بحب اقرا المطبوع عن الالكتروني، وبيكون ادق على حسب اسم وحجم الجريده ومدى مصداقيتها، عشان ضمير الناشر. وفي حاتم بيقول برايي ان قيمه القراءه ومتعتها في الجورنال المطبوع او الكتاب المطبوع، خصوصا عشان بتشم ريحه الورق وكانك بتعيش مع الشخصيات اللي انت بتقراها. وفي هنا مثلا ابو يارا بيقول لا، نعم ان هو هيختفي. في شمس بتقول: المكتوب افضل، له متعه وله نكهه خاصه. وفي مشيره بتقول: مفيش غنى عنه وليه متعه تانية مع كوبايه الشاي. ففي ناس كتير قوي بعت الكومنتس على الموضوع ده، بس يظل الجورنان ليه رونقه وليه مذاقه الخاص. طبعا. نعم، شكرا لك مروان ولكل اللي ابدوا رايهم في هذا الموضوع. بدي اتشكرك مره جديده محمد خيري، اهلا وسهلا فيك بضيافتنا. تحيتنا لكل العاملين في جريده البوابه، يعطيكم الف عافيه. وعامر تمام كمان، اهلا وسهلا فيك.